مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كبيس الثوم بالزيت النباتي واكليل الجبل. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط شوية زيت بالمرطبان وبحط التومات بحط إكليل الجبل بهيدا الشكل، بيعطي نكهة كتير طيبة. بكبسهم شوي. بسم الله بهيدا الشكل. هلا بعبيهم زيت منيح. بسكر الغطا منيح، بتركن اقل شي شهر ليستوي الثوم. بتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.